سمعنا رايحين لغة فرنسية ومع سيتاسيون سلابة، كما لو نقول استشهادات مشهورة أو اقتباسات مشهورة، كما لو نتكلم عن أمثال مأثورة، طبعا بمناسبة الأجواء والظروف التي تمر بها الشعوب حاليا في ظل انتشار وباء كوفيد 19. سنستعرض بعض الأقوال التي تهتم بالصحة، سنستعرض بعض الأقوال وبعض الاقتباسات التي تتحدث عن الصحة. إذن أول اقتباس إن صح التعبير: La tempérance est un art qui pour racine le contentement de peu et pour fruit la santé et le calme. La tempérance est un art qui a pour racine le contentement de peu et pour fruit la santé et le calme. La tempérance المقصود بها الاعتدال. La tempérance المقصود بها الاعتدال. إذا المقصود بها modération، يعني الاعتدال. La tempérance est un art. إذا نتكلم عن الاعتدال بأنه شجرة. La tempérance est un art qui a pour racine الذي له كجدر، كما نقول الذي له جذور. Le contentement de peu، الفرح بالقليل، بما معناه القناعة بالقليل. Et pour fruit، والذي له كنتيجة، طبعا فخوي المقصود بها الفاكهة، ولكن تأتي في معاني كثيرة بمعنى النتيجة. Et pour fruit، إذا المقصود هنا إكيا pour fruit، والذي له كنتيجة، نتكلم على tempérance يعني القناعة. Et pour fruit la santé et le calme، والذي له كنتيجة الصحة والهدوء. الصحة والهدوء. ثم عندنا القول الثاني: un bon appétit est signe de santé. un bon appétit est signe de santé. إذا l'appétit المقصود بها، l'appétit المقصود بها الشهية. un bon appétit، الشهية الطيبة. un bon appétit، نتكلم عن شهية طيبة. est signe de santé، هي علامة للصحة. طبعا عندما يأكل الإنسان شهية طيبة فهذا يعني بأنه يتمتع بصحة جيدة. un bon appétit est signe de santé. ثم عندنا القول الثالثة: la santé surpasse la beauté. la santé surpasse la beauté. la santé surpasse. عندنا الverbe surpasser. surpasser المقصود به être supérieur، يعني أنك تكون متفوق. وبه excéder، يعني أنك تتجاوز. excéder يعني أنك تتجاوز. نقول مثلا: son travail surpasse ses capacités، يعني أن هذا العمل يتجاوز قدراته. Son travail surpasse ses capacités. إذا surpasser المقصود به aller au-delà de. surpasser veut dire aller au-delà de. إذا surpasser تعني aller au-delà de، يعني أنك تذهب إلى ما فوق كذا. كما نرون la santé surpasse la beauté. كما نرون la santé surpasse la beauté. المقصود به هنا la santé va au-delà de la beauté، يعني أن الصحة تذهب إلى ما فوق الجمال. بمعنى آخر أن الصحة تتجاوز الجمال بكثير. الإنسان عندما تكون له صحته فهذه أولوية قبل الجمال. إذن كما قلنا surpasser المقصود بها être supérieur، يعني أنك تكون متفوق. هناك مثل آخر: mieux vaut santé que science. mieux vaut santé que science. إذا المقصود هنا الصحة أفضل من العلم. طبعا عندنا لو فيرب فالواغ، عندنا لو فيرب فالواغ. فالواغ كما نقول يستحق. فالواغ يعني يستحق أو يساوي. إذا نتكلم عن لو فيرب فالواغ. ميو فو سونتي كما نقول بأنه من الأحسن أن تساوي الصحة كسيونس، من العلم. من الأحسن أن تستحق الصحة كما نقول بمعنى آخر كسيونس، من العلم. إذا بما معناه الصحة أفضل من العلم. mieux vaut santé que science. mieux vaut santé que science. المشكلة هنا أحيانا يمكن أن تكون للإنسان صحته فيستعمله في الجوانب السلبية إذا لم يكن له علم. إذا لم يكن له علم ممكن أن الشخص يستعمل صحته في جوانب سلبية وخطيرة. والعلم أيضا يمكن أن يستعمل في جوانب سلبية إذا لم تقوده الأخلاق والضمير. في القول الموالية: bon épouse est son tesson les meilleures richesses d'un homme. bon épouse est son tesson les meilleures richesses d'un homme.
الزوجة الصالحة اي سونتي والصحة سون لي ميور ريشيس، هي أحسن الثروات دانوم لرجل، هي أحسن الثروات لرجل. ونفس الشيء طبعا الرجل الصالح والصحة هي أهم الثروات للمرأة أيضا. بون إيبوز اي سونتي سون لي ميور ريشيس دانوم. في القولة الموالية لا ديبوش إلين مي موطيل دو لا سونتي، لا ديبوش إلين مي موطيل دو لا سونتي. إذا لا ديبوش المقصود بها لا كوندويت، عدم التربية إن صح التعبير، أو بمعنى آخر لا بي دي بليزيغ. لا بي دي بليزيغ أحيانا نتكلم على لا بي دو بوفوار، لا بي دو بوفوار يعني أن الإنسان يستعمل سلطته فوق القانون أو فوق الحد، فوق الواجب، فوق ما يجب الالتزام به. إذا نتكلم على لا بي دو بوفوار. طبعا هنا عندنا لابي دي بليزير يعني الشطط في الملذات، الشطط في الملذات يعني ان الانسان يهتم كثيرا بالملذات يعني ولا يعتدل فيها، ولا يعتدل في هذا التصرف. اذا نتكلم هنا عن الفجور، اذا نتكلم عن الفجور لا دي بوش الين مي موطيل دو لا سونتي. طبعا عندما يتعاطى الانسان للملذات خاصه المحرمه منها وحتى في الملذات المسموح بها طبعا، إذا طغت على الإنسان فهي لا شك ستكون قاتلة لصحة الإنسان. لا دي بوش إلين مي موطيل دو لا سونتي، لا دي بوش إلين مي موطيل دو لا سونتي. ثم في القولة الموالية دو فورتين إي دو سونتي إل نو فو جامي سوفونتي، دو فورتين إي دو سونتي إل نو فو جامي سوفونتي. نقول لا ريشيس ونقول لا فورتين. Un homme riche, رجل غني، ونقول un homme fortuné، أو نقول un homme fortuné، يعني رجل ثري. نقول مثلا cette famille est fortunée، cette famille est fortunée، هذه العائلة ثرية. طبعا لا فورتين المقصود بها الثروة أو المال أو الحظ أو النصيب. إذا نتكلم عن كابيتال ريشيس أو نتكلم عن شانس، شانس يعني حظ. عندما نقول دو فورتين اي دو سونتي إن فو جامي سوفونتي، كما نقول للثروة وللصحة إن فو جامي سوفونتي. طبعا سوفونتي المقصود بها أنك تتباهى بشيء. نقول مثلا إل سوفون ديتخ لو بخومي، يعني أنه يتباهى كونه الأول. إل سوفونت، إل سوفونت ديتخ لو بخومي، هو يتباهى كونه الأول. فونتي يعني أنك تشكر شيئا. طبعا هنا عندنا سوفونتي، فونتي المقصود بها لوي بوكو، يعني انك تحمد كثيرا وتشكر كثيرا. بارفوا افيك اكسي، احيانا بتجاوز، يعني انك تشكر شيئا فوق القدر. اذا لوي بوكو بارفوا افيك اكسي كيلكا كيلكو شوز، يعني انك تحمد وتشكر احيانا فوق المعقول. كيلكا أو بيان كيلكو شوز، تشكر شخصا وتحمده أو تشكر شيئا وتحمده. نقول مثلا كاترين نوز افونتي تا جونتياس، يعني أن كاترين شكرت لنا كثيرا ظرافتك. إذا كاترين نوز افونتي تا جونتياس، يعني أن كاترين شكرت لنا كثيرا ظرافتك ولطفك، ظرافتك ولطفك. عندنا هنا دو فورتين اي دو سونتي ان فو جامي سوفونتي، يعني للثروة وللصحة لا يجب ان تشكر نفسك فيها. المقصود انه لا يجب عليك ان تتباهى بهد الامرين. لماذا؟ لان الثروة والصحة يمكن ان تذهب، لان الثروة والصحة يمكن ان تكون فقط لحظية، ممكن ان تكون لفترة معينة من الوقت. اذا دو فورتين اي دو سونتي ان فو جامي سوفونتي، إذن على الإنسان بأن لا يتباهى بثروته ولا بصحته. ثم في القول الموالية لو بتي ديجوني دي ماتان إتان تخيزور دو سونتي، لو بتي ديجوني دي ماتان إتان تخيزور دو سونتي. الإفطار في الصباح لو بتي ديجوني، نتكلم على الإفطار لو بتي ديجوني، المقصود بالإفطار دو ماتان إفطار الصباح إتان تخيزور دو سونتي، لو بتي ديجوني دو ماتان إتان تخيزور دو سونتي. كما لو نقول بأن الإفطار في الصباح إتان تخيزور، لو تخيزور هو الكنز، إذا هو كنز
de santé, les seha. Le petit déjeuner du matin est un trésor de santé. Mumkin annahu yakun kadhalik. Le petit déjeuner du matin est un trésor de santé. على كل حال هي قولتهم الصحة. ثم عندنا في القول الموالية la santé est le trésor de la vie. طبعا هذا لا شك فيه. La santé est le trésor de la vie. إذن الصحة هي كنز الحياة. La santé est le trésor de la vie. إذن الصحة هي كنز الحياة. ثم عندنا qui jouit d'une santé parfaite possède un trésor. Qui jouit. عندنا le verbe jouir. يعني تمتع. جوير المقصود به تمتع. كي جوي الذي يتمتع. دين سونتي بارفيت. الذي يتمتع بصحة جيدة كاملة. بوسيد ان تريزور. يعني انه يمتلك. عندنا لو فيرب بوسيدي. كما لو نقول اكيغيغ. اذا عندنا لو فيرب بوسيدي ان تريزور. بوسيد ان تريزور. اذا كي جوي دين سونتي بارفيت. الذي يتمتع بصحة كاملة. possède un trésor. يعني أنه يمتلك كنزا. ثم عندنا la santé ne s'accorde jamais avec la débauche. وهذا ما رأيناه فيما سبق. La santé ne s'accorde jamais avec la débauche. إذن الصحة لا تتوافق. عندنا لو فيرب s'accorder. لو فيرب s'accorder المقصود به أنه يتوافق. La santé ne s'accorde jamais. يعني أن الصحة لا تتوافق بتاتا avec la débouche. يعني أن لا تتوافق مع الفجور. لا تتوافق مع الاستغراق في الملذات وفي إنهاك الصحة في البحث عن الملذات. ثم عندنا نو ديبلير ا بيرسون نوري لوم ان سونتي. نو ديبلير. ديبلير المقصود به عكس بلير. بلير يعني أنك ترضي. بلاغ يعني أنك ترضي. ديبلاغ يعني أنك تقلق شخصا. ديبلاغ عكس بلاغ. إذا كان بلاغ يعني أنك ترضي شخصا. ديبلاغ المقصود به بأنك تسخط شخصا وتقلقه. إذا نقول مثلا سو شوا ديبلي أسي بارون. سو شوا هذا الاختيار. نتكلم على لو فيرب شوازيغ. يعني اختار. سو شوا ديبلي أسي بارون. يعني هذا الاختيار لا يرضي والديه. يعني أنه يسخط والديه أو أنه يقلق والديه. سو شوا ديبلي أ سي بارون. طبعا نقول ديبلاغ أ كما تلاحظوا ديبلاغ أ يعني أنك تكون مراهد أ كما نلاحظ هنا. نو ديبلاغ أ بيرسون نو غيلون أون سونتي. نو ديبلاغ أ بيرسون بما معناه لا تقلق شخصا لا تسخط شخصا. إذا كنت لا تسخط الأشخاص إذا هذا كما نقول يغدي. عندنا لو فيرب نوغيغ. إذا هذا العمل يغدي. يغدي ماذا؟ لون يغدي الرجل اون سونتي في صحته. اون سونتي يعني أنه يغدي الرجل بمعنى آخر أنه يغدي الإنسان رجل أو امرأة اون سونتي في الصحة. المقصود في صحته. إذا كنت لا تغضب الناس وإذا كنت لا تسخط الناس ولا تزعجهم إذا هذا يغديك في صحتك. هذا يجعل صحتك أحسن. إذا نو ديبليغ ا بيرسون نوري لوم اون سونتي. نو ديبليغ ا بيرسون نوري لوم اون سونتي. ثم في القولة الموالية غيم ديفير سونتي ديتي. غيم ديفير سونتي ديتي. طبعا لو غيم المقصود بالزكام أو النزلة أو الربو حتى. لو غيم المقصود بالزكام. غيم ديفير نتكلم عن زكام الشتاء بمعنى آخر برد الشتاء. مادام أن برد الشتاء يعطي حالة الزكام ممكن أنه يعني برد الشتاء. على كل حال غين ديفا إذا نتكلم عن زكام فصل الشتاء سونتي ديتي. إذا هو صحة الصيف بما معناه أن الإنسان إذا تلقى زكاما في فصل الشتاء فهذا طبعا سيقوي مناعته إن صح التعبير ويعطيه صحة أفضل في فصل الصيف. غيم ديفير سونتي ديتي. إذا زكام فصل الشتاء هو الصحة للصيف. ثم في القول الموالية سو لوفي بون ماتان سو كوشي دو بونور فوالا لا راجل لا ميور بور كونسيرفي سا سونتي سون أرجون سا فورتون إي سون جيجمون. إذا سو لوفي بون ماتان أن تستيقظ باكرا ك
كما نقول هنا أنك تستيقظ بصباح جيد. المقصود بهنا أنك تستيقظ باكرا. Se lever bon matin, se coucher de bonne heure, voilà la règle la meilleure pour conserver sa santé, son argent, sa fortune et son jugement. Se coucher de bonne heure, يعني أنك تنام بساعة جيدة. المقصود أنك تنام باكرا. Voilà la règle la meilleure. ها هي القاعدة الأحسن. Voilà la règle la meilleure. ها هي القاعدة الأحسن pour conserver sa santé. للحفاظ على صحته. المقصود للحفاظ على صحتك. Son argent. على ماله. المقصود على مالك. يعني ها هي القاعدة للحفاظ أيضا على مالك. Sa fortune. للحفاظ أيضا على ثروتك. Et son jugement. وللحفاظ أيضا على رأيك. طبعا جيجمع المقصود به هو الحكم، هو الرأي، هو التمييز، هو قرار المحكمة. إذا نتكلم عن لوجيجمع. إذا هنا المقصود به كما نقول الرأي. الذي يهمنا هنا أن الاستيقاظ باكرا والنوم باكرا من الأشياء التي تحافظ على صحة جيدة. ثم عندنا ليكزيرسيس إي لا بروبرتي أنتروتيان لا سونتي. ليكزيرسيس إي لا بروبرتي entretien la santé. L'exercice يعني التمرين. إذا نتكلم عن l'exercice المقصود بالممارسة. L'exercice تأتي من فعل exercer. Exercer يعني أنك تمارس شيئا. نتكلم مثلا عن un exercice de mathématiques. نتكلم عن تمرين رياضيات. L'exercice est la propreté. إذا كما لو نتكلم عن التطبيق أو التمرين est la propreté و النظافة. نقول عن شيء بأنه بروبر يعني أنه نظيف. لا بروبرتي المقصود بالنظافة. إذا ليكزيرسيس إي لا بروبرتي. إذا بما معناه تمارين الرياضة. إذا نتكلم هنا عن تمارين رياضية. ليكزيرسيس كما لو نقول التمرين أو الممارسة إي لا بروبرتي والنظافة. أنتروتيان أنتروتيان. إذا عندنا لو فيرب أنتروتونيغ. لو فيرب أنتروتونيغ يعني أنك تحافظ على شيء أو أنك تصون هذا الشيء. إذا لو فيرب أنتروتونيغ المقصود بأنك تصون شيئا أو تحافظ على هذا الشيء. إذا عندنا هنا ليكزارسيس إي لا بروبرتي أنتروتيان لا سونتي. الممارسة والنظافة تحافظ على الصحة. إذا حسب سياق الجملة هنا المقصود بعد الكلام فالمعنى هنا ممارسة الرياضة والنظافة تدعم وتحافظ على الصحة. ثم في القول الموالية بولون دي شان لا سونتي اي لو بروميي دي بيان. إذا بولون دي شان لي شان مقصود به الحقول. إذا نتكلم عن رجل الحقول المقصود به رجل البادية. بالنسبة لرجل البادية لا سونتي اي لو بروميي دي بيان. الصحة هي أول الخيرات. إذا كل الأشياء التي يمكن أن نقول عنها بأنها تمثل خيرا من أموال ومن ممتلكات إذا تسمى دي بيان. إذا بولون دي شان لا سونتي إي لو بروميي دي بيان. بالنسبة لرجل الحقول لا سونتي إي لو بروميي دي بيان. الصحة هي أول هاد الممتلكات كما لو نقول. ثم في القول الموالية كينا سونتي ناغيان مي باغ إل أون أتو. كينا سونتي ناغيان مي باغ إل أون أتو. الذي ليست له صحة ليس له شيء. مي باغ إل ولكن بها هي كما لو نقول. المقصود ولكن بالصحة أوناتو عندنا كل شيء. كينا سونتيناريان الذي ليست له صحة ليس له شيء. حتى لو كان يمتلك كل ممتلكات الدنيا بدون هذه الصحة ليس له شيء. مي باغ إل ولكن بالصحة أوناتو نحن عندنا كل شيء. عندما تكون لك الصحة إذا كنت تمتلك الصحة فأنت تمتلك كل شيء. ثم عندنا لا سونتي إيت أون ريشيس inconnu pour celui qui la possède. La santé, الصحة, est une richesse. إذن هي ثروة وغنى. Inconnu, غير معروف. Pour celui, للذي, qui la possède, الذي يمتلكها. طبعا عندنا لغة posséder يعني acquérir يعني أنك تمتلك شيئا. La santé est une richesse. Inconnu pour celui qui la possède. الصحة هي ثروة غير معروفة للذي يمتلكها. ثم في القول الموالية deux choses principalement doivent nous occuper la vertu et la santé. Deux choses principalement doivent
nous occuper la vertu et la santé. شيئين principalement, يعني أساسا, doivent nous occuper, كما لو نقول يجب أن يشغلونا. Deux choses, هناك شيئين principalement, أساسا, doivent nous occuper. يجب أن يشغلنا. يجب أن يشغلنا. La vertu et la santé. الفضيلة والصحة. Deux choses principalement doivent nous occuper. La vertu et la santé. إذن كما نقول هنا بأن ما يجب أن يشغلنا هما شيئين. الفضيلة والصحة. ثم عندنا في القول الموالية لو ترافاي أوغمونت لا سونتي. ثم في القول الموالية لو ترافاي أوغمونت لا سونتي. العمل يرفع من الصحة. كلما كان الإنسان يعمل ويتحرك كلما كانت صحته أقوى. إذا لو ترافاي أوغمونت لا سونتي. ثم عندنا في القول الموالية لا سونتي إي لا غيزون سون لي فغي تريزور دو لوم. لا سونتي إي لا غيزون سون لي فغي تريزور دو لوم. إذا الصحة والحكمة سون لي فغي تريزور دو لوم. إذا هما كنزا الإنسان. لا سونتي إي لا غيزون sont les vrais trésors de l'homme. Thomas Flaqoulin Moualia, ce n'est qu'au moment de la maladie que tu te rends compte du prix de la santé. Il n'est au faqat fi waqtil marad que tu te rends compte, yani annaka ta'khud husbanan du prix de la santé. Ta'khud husbanan li taman as-siha. Yani annaka ta'rif taman as-siha faqat indama tasqut maridan. Ce n'est qu'au moment de la maladie, il n'est au faqat fi lahdat المرض كنت تيغون كونت بانك تاخذ حسبانا دو بري دو لا سونتي لتمام الصحه. ثم في القول المواليه دو شوز نو سابريسي بيان كو كونت اون لي زابلي لا جونيس اي لا سونتي. المقصود بالجمله دو شوز نو سابريسي بيان كو كونت اون نو لي زابلي لا جونيس اي لا سونتي. دو شوز نو سابريسي بيان كو كونت اون نو لي زابلي لا جونيس اي لا سونتي. اذا شيئين لا يمكن تتمينهما بشكل جيد إلا عندما لم تعد لنا. إلا عندما لم تعد لنا. المقصود إلا عندما نفقدها. طبعا عندنا هاد بلي هي لنفي ما كان موجودا. يعني أن هذا الشيء كان عندنا ثم لم يعد كذلك. إذا دو شوز نو سابريسي بيان كو كونتون لي زابلي. إلا عندما لم يعد لنا. لا جونيس إلا سونتي. إذن الشباب والصحة. فبمعنى آخر هاد الشيئين ما دام موجودين ومملوكين فلا يمكن تتمينهما بشكل أصح وبشكل أكبر إلا عندما يفقدا. نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.